احتضنت مدينة نيويورك الأمريكية ثاني معرض لفعاليات هذه البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الديني والثقافي والعقائدي في مملكة البحرين. واحتوى المعرض الذي فتح أبوابه في مدينة نيويورك على عدة جهات مختلفة تمثل مملكة البحرين في كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة، حيث وصل عدد الجهات المشاركة إلى 50 جناحا في المعرض. وجاء اختيار مدينة نيويورك في هذا التوقيت بسبب كثرة انعقاد الفعاليات في هذه المدينة، إضافة إلى الثقل الاقتصادي والإعلامي الذي تتمتع به. من جانب آخر، تلقى المعارض التي تقام في مدينة نيويورك تلقى الإقبال الكثيف من قبل الزوار للكثافة السكانية التي تتميز بها المدينة وحب سكانها وزوارها للاطلاع على الثقافات المختلفة. شهد المعرض معرض البحرين إقبالا واسعا لتنوع أجنحته والتي وضحت التنوع الديني والتسامح بين الطوائف والمعتقدات والمذاهب في أرض مملكة البحرين. الحمد لله أن هذه المشاركة رائعة، نرى حضور كبير جدا، وبالفعل أننا ننقل رسالة جلالة الملك للمحبة والتسامح والتعايش والود للصورة الحقيقية التي تسود في الحمد لله في مملكة البحرين. الحمد لله الجميع يعني أسعده أننا أتينا إلى هنا لننقل هذه الرسالة. لقد صورنا فعلا بالنسبة لنا كجمعية الرفاعية النسائية الثقافية الخيرية كيف أن المرأة البحرينية قد تفوقت في مجالات عديدة، كيف أن برامجنا في جمعية الرفاع سواء من ناحية المحاضرات والتدريب وورش العمل والمنشكات كلها في النهاية إن شاء الله ستدفع المرأة البحرينية للأمام، حيث أنها تميزت في العديد من المجالات. أيضا مشاركتنا لها دور كبير، حيث أننا هذه ليس المرة الأولى التي نشارك فيها، سبق وشاركنا في برلين وفي بلجيكا وفي فرنسا والآن في الولايات المتحدة، ونحن إن شاء الله نترقب الزيارات القادمة لهذا البرنامج الناجح الرائع الذي فعلا مهما تكلمنا عن الدور الذي يمكن أن نؤديه في هذه المشاركات لن نفي حقه، لأن مشاركتنا تدل على الكثير. كل جهة ممثلة في هذا المعرض لها دور في بيان كل شيء دقيق في مملكة البحرين.